التناسخ والكارما reincarnation and karma. هناك تشابه كبير بين الديانات الشرقية والغربية بخصوص الموت وما بعد الموت afterlife. على سبيل المثال كلاهما بيقدم أمل في حياة ما بعد الموت، في محاولة أبدية لإشباع رغبة الاستمرار في الحياة والبقاء. لكن بنفس الصورة في فروق كبيرة وجوهرية ما بين الديانات الشرقية والغربية، ومن الجائز جدا إن أحد أهم الفروق الجوهرية في الديانات الشرقية هي فكرة الكارما وعملية التناسخ reincarnation. في أشهر صورها عملية التناسخ هي رؤية إن جوهر النفس الواعي بينتقل من جسد مادي إلى جسد مادي آخر بعد الموت، أي يعود الفرد نفس الفرد للحياة مرة أخرى في جسد منفصل رقميا numerically distinct عند الجسد السابق للفرد لحظة موته. كل إنسان عاش حيوات سابقة، يمكن كإنسان آخر أو حتى أي نوع من الكائنات الأخرى، حيوان، طير أو نبات. بعض الناس بيدعوا إنهم مروا أو عاشوا بتجارب حياتية أخرى وما زال عندهم ذكريات من تجارب حياتية سابقة. على سبيل المثال للحصر، في حادثة عن طفل هندي اسمه بارامود شارما، وهو طفل صغير بارامود بدأ يتذكر تفاصيل عن حياة سابقة عاشها كرجل اسمه بارامنان، وأخبر أمه إنها مش لازم تحضر وجبات الأكل له تاني لأن زوجته عايشة في مدينة قريبة من قريتهم. وبدأ يحكي عن تفاصيل كتيرة عن حياته كرجل أعمال امتلك مجموعة كبيرة من المحلات، وعدد تفاصيل كتيرة عن اسم الشركة وأنواع المنتجات وأسماء أولاده وزوجته وغيرها من التفاصيل الخاصة. الأخبار انتشرت عن الطفل بارامود ووصلت لأسرة في المدينة المجاورة انطبقت عليها كل تفاصيل قصته. وفعلا الأسرة كان عندها مجموعة محلات بنفس الاسم وبتبيع نفس المنتجات اللي ذكرها، وفعلا بارامنان رب الأسرة توفى 18 شهر قبل بارامود ما يتولد، وترك وراه أرملة وخمس أطفال زي ما بارامود حكى بالظبط. القصة دي وآلاف من القصص المشابهة نشرت وبحث فيها الكثيرين. بعض المعتقدين في فكرة التناسخ بيعتقدوا في نجاة الروح بدون جسد ما بين عمليات التناسخ أو التجسد المختلفة، والبعض الآخر غالب أتباع الديانة البوذية على سبيل المثال لا يعتقدوا في تواجد الروح بدون جسد. ده بالإضافة لأن معظم المؤمنين بعقيدة التناسخ بيعتقدوا في عقيدة الكارما اللي طبقا لها جودة وطبيعة حياة الفرد في التناسخات والتجسدات اللاحقة بتعتمد بشكل كبير على تصرفات وأفعال الفرد في تجسداته السابقة. على العكس من الاعتقاد في النجاة الروحية اللاجسدية، يوجد جدليات أخرى بالإضافة للجدليات الفلسفية لدعم الاعتقاد في فكرة التناسخ. في عدد من الأدلة التجريبية المزعومة على سبيل المثال بترجع أقدمها للقرن السادس قبل الميلاد. الفيلسوف الإغريقي بيثاغورس كتب عن أنه أنتج دليل تجريبي عن اعتقاده في التناسخ، نقلا عن المؤرخ اليوناني ديودورس الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد في عمله الخالد مكتبة التاريخ بيبلوتيكا هيستوريكا، اللي حكى فيه قصة عن أحد قادة طروادة رأى درع من الغنائم معلق فانفجر في البكاء، ولما سألوه عن سبب بكائه قال إنه هو نفسه اللي علق الدرع ده في طروادة لما كان شخص آخر من عشرات السنين. طبعا ما صدقهوش واعتبروه مجنون، إلا إنه أعطاهم علامة في الدرع الذي لم يرى من قبل، وبالفعل عثروا على العلامة. عارف إيه اللي بيدور فعل؟ أكيد معظمنا هيرفض القصة دي ويعتبرها خرافة من صنع خيال فيثاغورس، إلا إن الأبحاث الحديثة أظهرت عدد من الأدلة على التناسخ مش من السهل إهمالها. هنركز على نوعين من الأدلة دول. الأول، في عدد من الحالات المعروفة بالتنويم المغناطيسي الانحداري hypnotic regression في البالغين أظهرت على ما يبدو ذكريات دفينة من حيوات أخرى. أحد أشهر الحالات دي سيدة بتدعى فيرجينيا تيغي اللي خضعت لعدد من جلسات التنويم المغناطيسي الانحداري في بداية الخمسينات، واللي أظهرت فيها قدرتها على استرجاع تفاصيل حياة لسيدة سابقة بتدعى بريدي مورفي عاشت في القرن التاسع عشر في أيرلندا. الأمر اللي جعل القضية مثيرة هو مقدار التفاصيل وعمقها اللي جعلها تبدو وكأن من الصعب أن تكون نتجت من مصدر آخر. الفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد
في كتابه التناسخ دراسة نقدية Reincarnation A Critical Examination اللي نشره سنة 1996 واللي كان حاضر للجلسة، أضاف إن الحاضرين وجدوا إن كم التفاصيل مذهل ولكنتها الأيرلندية اللي ظهرت فقط وقت التنوين، بالإضافة لتفاصيل هائلة عن أيرلندا في القرن التاسع عشر واعتراف فيرجينيا بأنها ما قريتش أي شيء عن تاريخ أيرلندا بالمرة. الحالة دي مش فريدة لكنها بكل تأكيد الأشهر. في عدد كبير من الحالات الموثقة اللي فيها المنوم كان قادر على إعطاء تفاصيل كبيرة عن ذكريات أماكن وأوقات مزعوم إن الفرد لم يكن على دراية بيها. وكتير من الناس بياخد الحالات دي على إنها دليل تجريبي على عقيدة التناسخ، وببحث صغير على الإنترنت عن مصطلح استرجاع الحياة السابقة Past Life Regression هنجد صناعة صغيرة كاملة ظهرت لمساعدة الناس لاسترجاع تفاصيل حياتهم السابقة من خلال التنويم المغناطيسي. على أي حال، الدليل الثاني هو العمل البحثي الضخم لعالم النفس الكندي الأمريكي إيان ستيفانسون اللي نشره في عمله المهم المكون من جزئين حالات من نوع التناسخ Cases of the Reincarnation Type اللي نشره سنة 1975، ووثق فيه عدد من حالات الأطفال اللي كانوا فيها قادرين على استرجاع ذكريات من حيوات سابقة بدون تنويم مغناطيسي أو أي مساعدات خارجية. الحالات الموثقة متشابهة بقدر كبير. أحد الحالات المثيرة في الكتاب لطفل من فنلندا لما كان عمره سنتين بدأ يعطي جمل وذكريات وكأنه بيسترجع حياة لأخو أمه المتوفي، بداية من تعلمه الكلام، نطق اسم أخو أمه وإصراره على إن ده اسمه، أو عند رؤيته لصورة خاله تذكر إن كلب عض رجله، الحادثة الحقيقية اللي الطفل ما كانش على دراية بيها، أو إصراره على إن جده هو في الواقع أبوه، أو عند رؤيته المتعلقات خاله زي الجيتار أو الجاكيت أو الساعة بتاعته ادعى إنها متعلقاته الشخصية وهو تقريبا ما بين الرابعة والخامسة من عمره. الحالات دي بتأخذ على إنها دعم لفكرة التناسخ لأنها العقيدة الوحيدة اللي بتقدم تفسير لتلك الظواهر. الإشكالية في حالات ستيفنسون والتنويم المغناطيسي الانحداري أو التراجعي إن هناك تفسيرات طبيعية معقولة للظاهرة، وحتى وإن لم توجد في بعض الحالات وفرت التفسيرات الطبيعية للحالات الأخرى بتجعل من المعقول جدا الاعتقاد بإنه إذا تمكننا من الحصول على المزيد من المعلومات سنجد تفسيرات طبيعية للحالات الأخرى. يعني مثلا في حالات التنويم المغناطيسي الانحداري في أدلة كبيرة على إن الذكريات المزعومة ليست حقيقية على الإطلاق، وإنها إما مخترعة أو قصص مجمعة أو معلومات مستقاة من مصادر منسية، وبالتالي لا يوجد داعي للجوء للتناسخ لتفسير التفاصيل الكتيرة في تلك الذكريات وادعاء إن الفرد لم يعلم بالأحداث الأوقات أو الأماكن. من الممكن تفسيره على إن الفرد بيعاني من ظاهرة الذكريات المخلقة كريبتومنيجيا اللي فيها المخ بيقوم بتخليق شبه ذكريات زودو ميموريز من مصادر منسية ويعرضها كأنها ذكريات حقيقية للفرد. ودليل مهم على إن الفرد مريض بعلة الذكريات المخلقة هو إننا في بعض الحالات كنا قادرين على تحديد بعض المصادر المنسية، وبالتالي من الممكن استخدام نفس التفسير مع الحالات الأخرى اللي قد يصعب فيها تحديد المصدر المنسي. بنفس الصورة، التحقيق المستقل في أبحاث إيان ستيفنسون أظهر مشاكل منهجية في الغالبية العظمى من دراسته. المجال مش هيتسع هنا للخوض في تلك المشاكل المنهجية، لكن لو كنت مهتم بالموضوع ارجع لكتاب الخلود Immortality للفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد اللي نشره سنة 1992. قد تكون الحالات المذكورة في أعمال ستيفنسون حقيقية بغض النظر عن الإشكاليات المنهجية في دراسته لها، لكن المشكلة بسبب الإشكاليات دي في دراسته لا يوجد لدينا سبب مقنع إننا نقبل الحالات دي. التناسخ قد يكون التفسير الصحيح لتلك الحالات فقط في حالة عدم وجود إشكاليات في دراسته، لكن بسبب الإشكاليات دي أصبحنا مبررين في الاعتقاد إن في تفسيرات طبيعية لتلك الحالات قد تكون مخفاة عننا. لكن في الحقيقة مش دي الإشكالية الوحيدة اللي بتقابل عقيدة التناسخ. أهم وأقدم اعتراضين على العقيدة طرحهم فيلسوف القرن الثالث الميلادي المسيحي الروماني تيرتوليان. الاعتراض الأول هو إشكالية السكان Population Problem،
وهو إن عقيدة التناسخ غير متسقة مع الزيادة السكانية المستمرة. على سبيل المثال، كل ولادة الإنسان جديد هي في الحقيقة إعادة ولادة لروح عاشت كإنسان آخر على الأرض. لو فكرة إعادة الولادة rebirth صحيحة أو أساسية في عقيدة التناسخ، إذن عدم الاتساق موجود. لو فرضاً بداية التعداد السكاني سين، في أي لحظة مستقبلية تعداد السكان لا يمكن أن يكون أكبر من سين، لأن لا يوجد عدد كافي من الأرواح الجديدة، كل الأرواح بيعاد تدويرها. الإشكالية في الاعتراض ده أنه لا يوجد سبب كافي للاعتقاد في أن إعادة الولادة أساسية في عقد التناسخ، بمعنى آخر إنها مش الصورة الوحيدة اللي بيتم بها التناسخ. اعتراض آخر على عقد التناسخ هو إشكالية الحالة. الفكرة ببساطة إن الحالة العقلية اللي بيولد بيها الطفل تبدو حالة عقلية جديدة بدون سابق خبرات أو معرفة. لو التناسخ فكرة صحيحة، إذن من المفترض إننا نجد الأطفال في حالة عقلية متقدمة كالبالغين، وعندهم القدرة على الحكم على الأمور بحكم خبراتهم السابقة، أو على الأقل هنجد الحالات اللي الأطفال بيسترجعوا فيها أخبار وذكريات من الحيوات السابقة شيء متكرر وكثير الظهور، إلا إن الحالات اللي بيحدث فيها هذا الأمر زي ما ذكرنا محدودة وندرة جدا ومشكوك في صحتها. من المهم الإشارة إلى إن صور عديدة من الرؤية المادية للهوية بتعتبر إن هويتنا متطابقة مع جسمنا أو مخنا وعقلنا، تقريبا زي البرنامج اللي بيعمل على الكمبيوتر. تحت الرؤية دي هيكون من الصعب جدا اعتبار رؤية فيها البرنامج العقلي للطفل الرضيع تناسخ للبرنامج العقلي لشخص بالغ ميت، وبالتالي أي حجج دعمة للصورة المادية للهوية الشخصية هتعد حجة ضد عقيدة التناسخ أيضا. على أي حال، هنرجع في المستقبل لناقش عقيدة التناسخ، جذورها والأفكار المحيطة بيها في حلقات سلسلة فلسفة الشرق Eastern Philosophy. التناسخ عقيدة أساسية وجوهرية في كل من الديانة الهندوسية والبوذية، بالرغم من أن فكرة التناسخ هتكون من الصعب تفسيرها داخل الديانة البوذية، خصوصا مع عقيدة اللازال. أحد الردود المطروحة هو أن عند لحظة موت الوعي أو انحلال الروابط والأحداث العقلية، عند اللحظة دي وعي جديد بيظهر، وبيدعوا أن الوعي الجديد بيكون غير متطابق مع الوعي السابق، لكنهما ليس مختلفين، وفي علاقة سببية ما بينهم لأنهم جزء من نفس الاستمرارية السببية، العملية اللي بيطلقوا عليها إعادة الميلاد rebirth. المصطلح اللي أنصار الفكرة دي بيعتقدوا إنه بيعبر عن اللحظة دي أفضل من مصطلح التناسخ reincarnation.